ولاية أريانا عاصمة الورد الواقعة شمال البلاد يقطنها قرابة 700,000 مواطن، مواطنون طرحوا مشاغلهم وتذمرهم من الوضع البيئي الذي يعيشونه. ينقذونا من هالرويح المنتنا، هالمصيبة اللي احنا فيها، هالكيرثة اللي نحنا فيها، سواء من البيئة، سواء من وضع البطالة، سواء من كل الأوضاع. الأوضاع كلها تعبة على الأخ. الوضع البيئي هذا ما يخلي حتى إنسان باش يتجرأ ويجي ينفست، يعني يحط راس مال في البلاصة هذه باش يخدم ويخدم مع العباد. المجتمع المدني الحقيقة قاعد يتكلم، وقاعد ربما قاعد هو يقصف للسلطة باش يزيد تتحسن الأمور نتاع البيئة في المنطقة. الوديان اللي جايين من الجبل نتاع حي النصر واللي هما كلهم يصبوا فين، يصبوا هذوما كلهم يصبوا في أريانا، لأن أريانا هي جاية في منخفض كبير. البني كلا الدنيا ما عادش تلقى وانت تمشي، المجاري اللي خلقها ربي الطبيعية كلها تنحات. رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة أكد ما يعانيه قرابة 500,000 مواطن من انبعاثات كريهة وتلوث بيئي جراء تصريف مياه الصرف الصحي في قنوات مياه الأمطار. مشاكل المياه نتاع الصرف الصحي اللي قاعدة تتصب في وادي الشواشين، وادي السليماني، وفي الصبخه نتاع رويد، بلديه سكره مضروره، بلديه اريانا الشماليه كلها، منطقه اريانا الشماليه كلها مضروره بالروائح وبالكوارث هذيه، ولايه بلديه رويد. اليوم كي نضخوا في المياه نتاعنا نتاع الصرف الصحي في البحار، يعني نضرينا الاقتصاد وضرينا السياح. كي نعملوا النمو في ولايه اريانا في بلديه فلانيه، ونمو في بلديه نفزه، والنمو في هذاك هو النمو الاقتصادي الواحد. هكا علاش جيت المنظومه هذه، هي منظومه اداريه بحته، السلطه المركزيه لتقاسم الاجراءات. اشكاليه تعود بالنظر الى وزاره البيئه وبصفه مباشره اكثر الى الديوان الوطني للتطهير. لا يعقل ان الديوان كمرفق عمومي يلقي بمياه مستعمله غير معالجه بالمحيط المتلقي. أريانا الشماليه لاحظوا انه الاشكال اللي صار تقريبا في مناسبتين. المناسبة الأولى يوم 5 نوفمبر، والمناسبة الثانية يوم 26 نوفمبر. شهدنا نزول أمطار وربي يرحمنا كمية معتبرة نوعا ما. أثناء نزول مياه الأمطار الأسطح المنازل أو العمارات مربوطة جلها أو أغلبها بالشبكة العمومية لتصريف مياه المستعمل، وبالتالي تلقى ولا تجمع مياهها في نفس الشبكة المصممة لتصريف المياه المستعملة، مما ينجر عليه طفحان المياه المستعملة على الطريق العام أو في الأودية. في أريانا الشمالية هي التوسع العمراني اللي شهدته الجهة. اليوم نلقاه وحدات صناعية تسكب في مياه عشوائيا بالأودية، أو نلقاه بعض المساكن غير مربوطة بالشبكة العمومية للتطهير وتسكب مياهها بالأودية. الوضع البيئي الحالي في ولاية أريانا يعود بالأساس إلى تدخل عديد الأطراف، ويراه رجال الاقتصاد عائقا أمام التنمية ومناخ غير ملائم للاستثمار. أريانا وخاصة منطقة رويد كانت تكون قطب معنا أساسي وطني وحتى على المستوى الدولي، كانت مبوبة باش تكون القطب شعاع فيما يتعلق بالصناعات الغير ملوثة. كي نشوفوا مثال التهيئة نلقاو مثلا القطب التكنولوجي، ونلقاو شطرانة منطقة صناعية أنها مهيئة لاستقطاب الصناعات الغير ملوثة. ما نقبلوا فيهم كان الصناعات الغير ملوثة وقت ولاو المناطق هذه هي مصدر للتلوث. مشروع تنموي بالأساس في ولاية أريانا حسب جميع المتدخلين في المجال يستوجب تضافر عديد الجهود ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق أهداف التنمية ولتسترجع عاصمة الورد تألقها.